طالع شعرها كيف منفوش. هيا وفطامي وتانهي الجمرة، كل وحدة تفرد في مزاياها، وسارة مع طير نجمة مع بدرة، ولولو مع نجود الروح ملفاها، ولولو مع نجود الروح ملفاها. يا فطامي، لو ما بعنا هذا الخبز اللي أنا طبخته رح ننطرد من هذا البيت. يلا خلينا نروح البيت. أوكي. هاي شو تبون؟ احنا جبنا وين اريد تبون؟ اوكي 15. هذا شو هذا الخبز المعفن؟ هذا انت شو قاعدة تبيعينه؟ خبز معفن؟ لا تعيبين على نعمة الله، إذا ما بعاجبك لا تشترين. لا والله، أنت شوهتوا حديقتنا بأشكالكم الوسخة. اعرفي اني حرمتك من اللعب، بس لازم نبيع هذا الخبز ولا بننطرد من البيت اللي احنا نبات فيه. خلاص يا فطامي روحي العبي وانا ببيع بروحي. يلا يلا. انتي الصغيرة اللي تبيعين خبز، ليش تلعبين بيا؟ نصير هناك. ايه طالع شعرها كيف منكوش. يلا روحي الحين اضفين اضافه لقدام الناس. ايه مقرفة، فشلتنا قدام الناس ووسخت الحديقة. لا تبكين حبيبتي، شو رايك اوديك البيت وانظفك وبمشط شعرك؟
ولا تريدين تلعبين هني ولا اشتري لك من الدكان. كل شعرك رمل، شو رايك اوديك البيت وانظفك وامشط شعرك؟ وتبين تغير ملابسك؟ اوكي شو رايك نروح؟ السلة فيها فلوس. شيء عنا فلا تدخلين، خليك في حالك. يلا يا فطام. هني يعيشون؟ هني يعيشون؟ أنا بنفق. يلا وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ وما كانت هني أصلا، وين راحت؟ أيوة كالعادة تسرقون الفلوس. الحين ما بخليكم تدخلون البيت، ناموا في الشارع. الشارع؟ شارع. أنا آسفة، أرجوكم سامحوني.